يعني انا بجد والله العظيم مش قادره اصدق ان انا اخيرا بصور لكم الفيديو ده يا جماعه. بعد طول انتظار انا بقالي 6 شهور عايزه اصور الفيديو ده من ساعه ما نقلت هنا على البيت، وانا مش قادره اصدق اوريدي ان انا بقالي 6 شهور عايشه هنا، بس الوقت بيعدي بسرعه جدا. صباح الخير يا حلوين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد العالم كله. النهارده اخيرا زي ما انتم شايفين في عنوان الفيديو هعمل لكم جوله في البيت الجديد. صراحة الفترة اللي فاتت كلها كنت عمالة اقول انا عايزة اصور الفيديو ده لما يبقى كل حاجة في البيت جاهزة وكل حاجة شكلها بيرفكت، بس اكتشفت ان انا مهما قعدت هنا، لو قعدت هنا 10 سنين، عمر ما البيت هيبقى بيرفكت بالنسبة لي 100%، لان هيفضل في حاجات صغيرة كده محتاجة تتظبط. فقررت النهاردة بجد والله، انا ما كنتش ناوية اصوره النهاردة اصلا، بس قررت النهاردة انه بسمة مهما كان البيت ناقص ومهما كان البيت محتاج شوية يترتب وكده، لازم الفيديو يتصور النهاردة، لان غير كده الفيديو ده عمره ما هيتصور. فانا عارفة ان انتم متحمسين جدا، وفي ناس كتير منكم باي ناو اكيد عملوا تخطي للفقره اللي فاتت دي كلها، فلو انتم من الناس اللي ما عملتش تخطي اكتبوا لي تحت في الكومنت انا منهم، علشان ابقى عارفه ان انتم الناس اللطيفه اللي مش بتعمل تخطي لفيديوهاتي. هحفظ اساميكم وهعمل لكم كلكم لايكس. واتمنى الكاميرا دي ما تخزلنيش يعني، وما تفضلش تطلع اوت اوف فوكس، علشان انا بجد مش عارفه استعملها. فيا يلا بينا نبتدي الهاوس تور. بما ان انا لوحدي مفيش حد بيساعدني، فانا هبتدي معاكم من اول البيت. اقفل باب المطبخ عشان احنا حاليا بنطبخ. وزي ما بقول لكم انا الفيديو ده والله ما جهزتلوش ما رتبتلوش اي حاجه، انا بس شلت شويه حاجات كده لعب لادم حطيتها في الستور. هيبقى في شويه حاجات يعني مش المفروض تشوفوها، يعني مثلا زي ازايز المايه دي اللي احنا لسه جايبينها دلوقتي، فاعملوا نفسكم مش شايفينها يا جماعه، علشان بجد غير كده الفيديو ده عمره ما هينزل. اول ما ندخل من الباب اول حاجه بتشوفوها هنا هي الجزامه اللي هنا دي، اللي فاكرها في البيت القديم يكتب تحت. دي هي نفسها الجزامه اللي كانت موجوده في البيت اللي قبل ده على طول، هي دي نفس المرايه اللي احنا كنا حاطينها برده هناك. كنت عايزه اتخلص منها في الاول وما كنتش لاقيه لها مكان خالص، لحد ما قررت ان انا احطها هنا. اول ما بتدخلوا من الباب كده بتبقى موجوده هنا، فحسيت ان هي تبقى فانكشنال علشان تشيل كل الجزم بتاعتنا. هي قافله شويه السلم زي ما انتم شايفين، هو السلم بيبقى في وش الباب على طول كده. كنت متضايقه من الموضوع ده بس قلت اخليها علشان صراحه بنستعملها. وهنا فوقها طبعا حاطه الصور دي بتاعه دمدم لما لسه كان اسمه نونو، ما كناش نعرف لسه اسمه. هنا طبعا حاطين سانيتايزر، وما نبقاش عيله عربيه مصريه اصيله لو ما حطيناش هنا الكوينز دي، علشان كل العرب بيعملوا كده. فدي اول حاجه بتشوفوها اول ما بتدخلوا. بعدين زي ما قلت لكم في هنا السلم ده اللي بياخدكم على الدور اللي فوق. في هنا بقى الشاندلير التحفه دي اللي انا بجد بحبها جدا. ادي شكلها وهي شغالة، بجد بموت فيها، بحبها جدا جدا جدا. اول ما شفتها بصراحة حسيت ان هي دي اللي لازم تيجي في المكان ده، لان المكان ده كبير وطويل جدا جدا، وبجد تركيبها كان مشكلة لانها حرفيا عملاقة، بس بتنور السلم كله بشكلها حلو جدا كمان من برة، لان زي ما انتوا شايفين هنا فوق الباب على طول في الشباك الازاز ده اللي هو معمول كده علشان يدخل نور طول اليوم للبيت، واحنا دلوقتي العصر فما فيش شمس مباشرة داخلة منه، بس وقت الظهر بيدخل منه شمس تحفه جدا للبيت. فتقريبا دي اكتر حاجه خلتني عايزه اخد البيت ده هو الشباك اللي فوق ده، علشان بجد بيدخل نور حلو قوي للبيت. نطفي بقى النور ده. زي ما بقول لكم هو ده الفيو اول ما بتدخلوا كده. هوريكم الدور اللي فوق بعدين، خلونا دلوقتي اوريكم الدور اللي تحت هنا. في ازايز الميه اللي انا عايزه اشيلها دي هشيلها بعدين. وبعد كده بتمشوا في الممر هنا بتلاقوا اول حاجه على ايديكم اليمين المطبخ، وانا بجد بحب المطبخ ده جدا، لان المطبخ ده زي ما انتم شايفين مقفول. ما لقيت ان المطبخ ده مقفول بصراحه اتبسطت جدا، لان زي ما بقول لكم 90% من البيوت في دبي بالذات اللي تشطيباتها مودرن، اللي هي البيوت الحديثه اللي تشطيباتها حديثه، دايما المطابخ اللي فيها امريكا، البيوت القديمه بس اللي فيها المطابخ المقفوله دي. فالحلو هنا ان كل التشطيبات مودرن جدا، وفي نفس الوقت كمان المطبخ مقفول. ده الباب بتاع المطبخ. اول ما بتخشوا هنا انا حاطه المكنسه، انا مثبتاها هنا في الحيطه. المكنسه دي بصراحه عبقريه وبحبها جدا، لان هي بتختصر وقت جدا. وبعدين بيجي هنا الجزء ده من المطبخ اللي هو بيبص على الشارع. الحوض ده صغير جدا وفي مواعين في الحوض، علشان زي ما قلت لكم انا ما جهزتش للفيديو ده فهغسلها بعدين. زي ما انتم شايفين هنا في كابينت صغير كده، في هنا
الدرف دي، ودي المفروض ان هي كانت مكان غسالة الصحون، حتى الفيشة بتاعتها هنا مكتوب عليها ديش واشر، يعني غسالة الاطباق. بس بصراحة قررت ان انا احط الغسالة هنا لان مكان الغسالة نفسها كان موجود في غرفة الخادمة. كنت حاسة ان دي حاجة يعني مش صح بصراحة ان الغسالة تبقى جوه عندها، علشان هتعمل لها دوشة فظيعة بصراحة. بالمناسبة دي اوضة الناني بتاعت ادم، بس طبعا مش هفتحها علشان دي اوضتها الخاصة، فمش هينفع طبعا نصورها. بعدين تيجي هنا بقى التلاجة، دي نفس التلاجة اللي كانت موجودة عندنا في البيت القديم. كان نفسي ان انا اجيب تلاجة اكبر، بس للأسف المساحة اللي معمولة هنا للتلاجة يدوب على قد التلاجة دي. ودول روان جابتهم لي من فرنسا لما راحت اخر مرة. They are so cute. وده الرقم بتاع الغاز، علشان احنا عندنا انابيب مش غاز مركزي للاسف الشديد. بعدين بيجي هنا البوتاجاز، وبيجي هنا المايكروويف، وبتيجي هنا الكابينتس دي، في هنا ادراج، ودي مكان الانبوبه اللي موجوده. وبس كده مطبخ صغنون خالص. بالمناسبه يا جماعه، الكوفي ماشين دي لو اي حد بيدور على مكنه قهوه جديده، تفكروش في اي مكنه تانية غير دي، لان دي بتاخد كل جميع انواع البودز اللي موجوده في الحياه، ستاربكس، نسبريسو، دولشي جوستو. يعني انا بستعمل هنا دول بتوع نسبريسو، بس ممكن استعمل بتوع دولشي جوستو كمان لو انا عايزه، وسعرها حلو جدا. وهسيب لكم كمان كود خصم يعمل لكم عليها ديسكاونت رهيبه جدا. وبصوا ازاي بتعبوا الميه من غير ما تضطروا ان انتوا تشيلوا اي حاجه مثلا من مكانها، عمليه ومريحه، وبتسخن الميه في حرفيا 10 ثواني، يعني كل حاجه فيها تحفه. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف عشان بموت فيها. بعد كده واحنا طالعين من المطبخ هنا، بيبقى فيه على الناحيه الشمال ده ستور مكركب جدا بصراحه، يعني بصوا. وعلى اليمين هنا في حمام ضيوف، هو ده حمام الضيوف، حمام صغير جدا يدوب يعني. وبالمناسبه يا جماعه، الشيء ده رائع لو عايزين بيتكم يبقى ريحته فظيعه حرفيا، اسمه جوجي باري. هسيب لكم برده اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف لو عايزين تجيبوه، لانه بجد ريحته فظيعه. بحطه في كل الحمامات تقريبا عشان بيخلي ريحتهم حلوه قوي، وريحته بتفضل تقريبا 6 7 شهور يعني بتنسوه جوه الحمام. وبس كده، في هنا مرايه وبس كده. فيب ده الحمام، ودي نظرة مرة أخرى على المدخل. وبعد كده نيجي بقى على الصالة. اول ما بتدخلوا على الصاله، اول حاجه بتبقى هنا في الوش هي السفره، دي نفس السفره اللي كانت عندنا في البيت القديم، خليتها برضو ما تخلصتش منها. وبعد كده في هنا بقى الليفنج روم، او منطقه الجلوس، او الانتري، او وات ايفر انتوا عايزين تسموه ايه. اكتر منطقه انا بحبها في البيت، لان هي اكتر منطقه بصراحه خدت مني تفكير عميق علشان ارتبها. وبالمناسبه الناس اللي بتسالني انت جبتي مصمم ديكور او حد علشان يظبط لك البيت، لا يا جماعه انا ظبطته لوحدي، وبتبسط جدا لما الناس تسالني السؤال ده، لانه حسسني ان انا I did a good job. ده الممر الرئيسي، بتدخلوا هنا بتلاقوا البلانت دي، تلاقوا المرايه الرائعه 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 دي، مش قادره اقول لكم قد ايه بحبها. كلها معموله هاند ميد من خشب البامبو، التفاصيل بتاعتها رهيبه. جبتها من موقع ناسي اسمه بصراحه، بس لو افتكرت هقول لكم في اخر الفيديو. هي والكونسول ده كمان، وده يعني اوكي لحظه يا جماعه، ده مش اكتر حاجه بحبها في البيت، لان ده اكتر حاجه بحبها في البيت بجد، لان ده تفاصيل بجد رهيبة. يعني ده كله معمول من الخشب والرتان، وشكله بجد يجنن. او ماي جودنس، مش قادرة اقول لكم قد ايه بحب شكله. الايد بتاعته هنا معمولة من الجلد، وهنا حاطة اللعب كلها بتاعت ادم، وده حاطة فيه حاجات زيادة للمطبخ لان ما عنديش مكان في المطبخ بصراحة. وبصوا المفروض ان الدرج ده لما يتفتح الحتة دي تمسكه كده، بس للاسف كان عندي ضيوف في البيت وكان عندهم ولد صغير، للاسف كسرها فبقت تقع لتحت كده. هي دي الحتة اللي كانت المفروض تمسكها من الناحيتين، بس قطعهم من الناحيتين للاسف. حاطه فوقها هنا معطر جو برده من ريتشوال زي اللي في الحمامات، بس ده اسمه وايلد فيج، وشمعتي المفضله من باث اند بودي وركس، وكمان شمعتي المفضله من ريتشوالز اللي هي العود الباتشولي، ريحتها تحفه. هسيب لكم كل الحاجات دي الروابط بتاعتها تحت في صندوق الوصف، ولو لقيت كمان القطع الاساس دي موجوده كمان هسيبها لكم لو عايزين تبصوا عليها. لو لقيتها ما وعدكوش علشان ما حدش يتخانق معايا في الكومنتس. كل النباتات اللي موجوده في البيت بالمناسبه مش طبيعيه، لان انا بصراحه ما عنديش وقت احافظ عليهم علشان يفضلوا عايشين، كل ده صناعي، بس انا بحب الشجره دي جدا. وطبعا فوق هنا حاطه كاميرا مراقبه علشان مش عايزه اثبتها في الحيطه. دي باسكت كنت جايباها من ايكيا، مش عارفه انا حطاها هنا ليه، بس تقلي مجرد ديكور يعني. والناحيه الثانيه من الممر اول ما تدخلوا برده بتلاقوا مش عارفه ده اسميه ايه، الشلفز دي برده كانت موجوده عندي في البيت القديم وما حبيتش ان انا ارميها، فخليت الجزء ده فيه ابيض واسود كتير علشان احافظ على الحاجات اللي لونها اسود اللي كانت موجوده عندي. والجزء ده معظمه ابيض وخشب فاتح كده،
عشان ده اصلا الستايل اللي انا كنت حابه اجيبه يعني. فالناحيه دي بتلاقوا الشلفز دي، حطيت عليها الساعه اللي شكلها رائع دي، بتحسسني كده ان انا في بيت كلاسيك. كنت جايباها من بوتري بارن. وفي هنا الباسكت دي كنت جايباها اعتقد من ايكيا، حاطه فيها حاجات بقى مفاتيح للبيت وحاجات كده. وفي النمر ده كان عندي من البيت القديم، فحسيت ان هو هيبقى لايق مع الحاجات اللي هنا فسبته. وده الكرسي بتاع ادم اللي انا بستعمله احيانا للاكل. بعد كده بقى في الشجره اللي انا بموت فيها دي اللي هي هنا، جبتها من ايكيا على فكره، مع ان احيانا الناس بتتخيل ان انا جايباها من مكان هاي اند اكتر شويه. وجبت بقى البوت دي، او ماي جاد. هي البوت دي المفروض ان هي تبقى اوت دور اصلا، او تتحط بره البيت يعني في مكان اوت دور، بس انا حطيتها هنا في الكورنر ده وشكلها تحفه. خلوني اوريكم الديتيلز اللي فيها كده، كانها معموله من الحجر بس هي اكشلي معموله من البلاستيك، ووزنها خفيف جدا جدا بس شكلها حلو قوي. ودي الشجره اللي انا بحبها جدا جدا. ودي مكنسه اي نو شكلها يخوف، بس دي مكنسه اليه بتنظف البيت لوحدها. anyways هبقى اوريها لكم بعدين. غالبا الفيديو اللي بعد ده هبقى اوريكم دي بتشتغل ازاي، لان هي عبقريه. بعد كده السفره دي كنت جايباها من هوم بوكس، وبحبها جدا وحاسه ان الوانها لايقه مع الكورنر ده بعد ما ظبطت الالوان بتاعته، فانتوا قولوا لي يعني رايكم ايه. ودي سجاده كده برده لونها جراي. بعدين في الاباجوره دي اللي انا بحبها جدا، برده جبتها من هوم بوكس. واكتر حاجه بتسالوني عليها على الانستجرام هي الصور اللي موجوده على الحيطه دي. حبيت ان انا اعمل كده حاجه في البيت تحسسني انه ده بيتي كده، او انه مكان هومي كده، فحطيت صور لينا. والفريمز دي انا جبتها من امازون، كلهم مع بعض كانوا تقريبا 200 درهم، وعلقتهم بالطريقه دي زي كده وول ارت. وده اللي طلع معايا، هوريكم كمان كلوز ابس على الصور لان بجد بحب الصور دي قوي. ده دومي، اعتقد ان انا نزلت لكم الصوره دي مره على الانستغرام. ودي انا واحمد لما كنت لسه حامل، ودي انا واحمد اول ما اتجوزنا على طول. ياه ليت الشباب يعود يوما. ودي احمد ودومي، وده دومي كان عنده هنا في الصوره دي 10 ايام، كان لسه نونو خالص خالص. ودي هنا ادم كان عنده تقريبا شهر. ودي كنا بنتعشى مره مع بعض وكان ادم عنده تقريبا شهرين. ودي في راس السنه اللي فاتت، اول راس سنه لادم. بحب الصوره دي جدا. ودي برده لما كنت حامل من الفوتو سيشن بتاع الحمل. فيا هسيب لكم طبعا اللينك بتاع البراويز دي، علشان عارفه ان كل الناس هتبقى عايزه تشتريها دلوقتي لان هي بجد عبقريه بصراحه. ودي فازه عاديه كنت جايباها من ايكيا، والورد ده برده من ايكيا. ده كرسي الاكل بتاع ادم، بيحبه اكتر بكتير طبعا من الكرسي الصغير اللي هناك ده، فده اللي انا بستعمله اكتر حاجه. ده من ابلكيشن فور ديل، هحاول برضو اسيب لكم الرابط بتاعه تحت. في الاخر انا عارفه هنسى اسيب كل الروابط، بس يعني هحاول على قد ما اقدر. اذا نسيت فكروني يا جماعه. ودي الستاره اللي انا بصراحه بعد ما جبتها حسيت ان انا عايزه ارجعها، او مش عايزه ارجعها بقى يعني، كنت عايزه اشيلها ارميها بصراحه لان لونها ما كانش عاجبني خالص. المفروض ان كان لونها يطلع بيج، بس زي ما انتم شايفين لونها طلع جراي. يعني انا مش عارفه ازاي انا كنت فاكراها بيج، يعني لونها جراي رصاصي رمادي، يعني مش بيج خالص. لان طبعا لما فصلناها كنا شايفين قطعة صغيرة من القماش، وكانت الإضاءة قوية جدا فشفتها لونها بيج. بس anyways يعني فكنت عايزة بجد اشيلها اقطعها يعني، من كتر ما كنت كرهاها لان هي مش لايقة قوي على القسم ده من البيت. بس يعني لما قررت ان انا اظبط القسم ده كله اخليه فيه اسود وفيه جريز وفيه حاجات زي كده، بقت لايقة قوي وبقيت احبها مع الوقت يعني. وبعد كده نيجي بقى للقسم ده. اول حاجه عايزه اوريكم النجفه، لان انا بحب النجفه دي جدا. كمان خدت وقت كبير قوي علشان تتركب، بس هي شكلها حلو. حاسه ان هي مديه المكان شويه سنه كلاسيك فايب كده، لان زي ما انتم شايفين في حاجات كتير قوي مودرن في البيت، بس برضو في حاجات كتير كلاسيك. اكتر حاجه بقى بجد بحبها في البيت ده كله هي الكنبه دي يا جماعه. دي كنبه بتيجي زي يو شيب كده، او مش عارفه اقدر اقول عليها يو ولا لا، بس هي رهيبه يعني. لو من هنا لبعد 10 سنين اقول لكم قد ايه مريحه. دي طبعا كلها ريش بط، وكل الكفرز اللي فيها دي تخيلوا كل الحاجات دي بتتشال، تقدروا ان انتوا تفكوها علشان تتحط في الغساله. عمليه جدا جدا وبتكفي بقى يعني مهما كان عندي ناس. كنت جايباها تقريبا من محل اسمه يونايتد فرنتشر. والسجاده دي جبتها من دراجون مارت. السجاده دي اكشلي احنا لما طلبناها جات لنا حاجه ثانيه خالص البيت، وانا كنت مكتئبه جدا لان كانت برده مشكله الستاره دي كانت لسه مضايقاني. انا كنت فاكره انه انا برده اخترتها غلط زي ما اخترت الستاره غلط، بس
اكتشفنا في الاخر انه الراجل هو اللي بعت لنا حاجه غير اللي احنا اخترناها، لان التانية اللي كانت جايه بالغلط دي كان لونها بني غامق جدا جدا، يعني بني كده شوكليت. بس الحمد لله الكوفي تيبل الدورين دي احمد اللي اختارها، وانا ما كنتش بصراحه حباها قوي في الاول، بس عايز اقول لكم عمليه جدا جدا وبتشيل حاجات كتير قوي. والمخدات دي بقى يعني كل واحده من مكان بصراحه، يعني دي مثلا من ايكيا، دي من هوم سنتر، المدوره دي اي ثينك برده هوم سنتر مش فاكره بصراحه، الصغيره دي مش فاكره، غالبا هوم سنتر برده، والاثنين دول من بوتري بارن. وكل واحده فيهم ليها ستايل مختلف كده، انا عارفه علشان كنت حابه ان هم يدوا المكان روح كده مودرن شويه، وان هو يبقى فيه شويه الوان، لان كل حاجه تقريبا فاتحه. بعدين في هنا بقى الطبق الرتان ده، بحب جدا الدرجه دي بالذات بتاعه الخشب. الطبق ده تقريبا انا جبته من كريتن بارل، وشمعتي المفضله في الحياه الفانيلا كاندل بتاعه ماركس اند سبنسر، يعني هي تقريبا خلصت بس انا برده لسه بشغلها. يعني بصوا عملت حفره تحت ازاي، ما شمتش في حياتي كاندل ريحتها تحفه وريحتها قويه بالشكل ده. وهنا الفيل ده، مين اللي فاكر الفيل ده من الهانيمون بتاعنا؟ دي فيها كوسترز كده بتاعه القهوه. في هنا البلانت دي اللي انا كنت عايزه اجيب لها بوت بس ما جبتلهاش. وفي هنا كاندل تانية من ريتشوالز بس ريحتها ضعيفه جدا بصراحه، ما بحبهاش بس حطها علشان شكلها حلو. بعدين في هنا التي في يونت دي، اكتر حاجه بتعصبني في البيت كله الاسلاك السايبه اللي انتوا شايفينها دي. انيويز سو التي في يونت دي كانت من ايكيا برضو. بس يا جماعه لو هتجيبوا التي في يونت دي بجد ما تجيبوش اللي هي بتتفتح كده دي، اللي هي بتضغطوها عشان تفتحوها، لان هي بجد مقرفه وبتعلق كتير، ولو باظت محتاجين ان حد من ايكيا نفسه يجي يصلحها لكم، لان صعب جدا تصلحوها لوحدكم. الشجره دي قد ايه شكلها تحفه، برضو فيها البني ده اللي انا بحبه اللي هو البامبو، محطوطه في البلانتر اللي انتوا شايفينه ده اللي هو خوص برضو كده. وفي هنا الشنطه بتاعه تغيير البامبرز بتاعت ادم، علشان لما ببقى قاعده بيه تحت ومحتاجه ان انا اغير له، مش محتاجه ان انا اجري اطلع فوق اغير له. في هنا مكان الريموتات، وفي هنا شويه كتب بنقراهم. في هنا الفازه دي، الحاجات دي قديمه، دي كانت عندي قبل كده وكان لونها ازرق زي ما انتوا شايفين، لونها جوه ازرق شويه، وما كنتش عايزه ارميهم بصراحه فجبت سبراي ابيض ولونتهم. واليونت دي كمان كانت عندي قبل كده وسبتها، بس غيرت البوكسز اللي كانت جواها. البوكسز لو تفتكروا كانت في اوضه النوم القديمه اللي عندي، كان لونها جراي، بس جبت لها البوكسز دي علشان تبقى لايقه كده مع البيت. واهم اهم اهم حاجه في الليفنج روم هم البراويز دول، انا مش قادره اقول لكم قد ايه بجد بجد بحبهم. دول يا بنات من موقع اسمه ديزاينز كيف، في تشكيلات عملاقه من البراويز وكلهم باسعار حلوه جدا، بيتعاملوا مع ريزورتس وفنادق هنا في الامارات، هم اللي بيعملوا لهم البراويز بتاعتهم، فمش قادره اقول لكم على الكواليتي. حرفيا يا بنات الكواليتي بتاعتهم رهيبه. تبعتوا لها صوره الحيطه اللي انتوا عايزينها لو عندكم حيطه فاضيه، وهي بتعمل لكم عليها ديزاين علشان توريكم شكل البرواز قبل ما تشتروه من عندها. وحرفيا اي صوره موجوده على الانترنت عايزين تعملوا زيها بتعملها لكم. هي بعتالي الثلاثه دول هديه، بس انا لما عرفت الموقع بتاعها اشتريت اصلا من عندها حاجات تانية موجوده فوق، هبقى اوريها لكم في المكتب بتاعي. لاي حد بيدور على براويز للبيت، او حتى لو مش عايزين تشتروا البراويز بالصور، ممكن تشتروا البراويز لوحدها او الصور لوحدها، صراحه تحفه جدا. وعندي معاهم كود خصم كمان هكتبه لكم تحت في صندوق الوصف. نسيت اوريكم حاجه مهمه قوي هنا، وهي دي عباره عن اضاءه LED لايتس هنا كده، اللي هي الاضاءه المخفيه دي. للاسف الريفلكشن بتاعها باين هنا على السيراميك، لان السيراميك بيلمع جدا، يعني لو في سجاده تحتها يبقى افضل، او باركيه او حاجه مش بتلمع قوي كده. وانا حاطه له الستيشن بتاعته هنا، بس مجرد ان انتوا بتلزقوه كده وهو فيه زي مغناطيس، وتقدروا تزودوا الاضاءه، تزودوا شده الاضاءه كده عن طريق الزرار ده، او تقللوها عن طريق الزرار ده. ادي كده الشكل النهائي بتاع الصاله. بعد كده نطلع بقى على الجنينه علشان اديكم كده اوفر فيو سريع. اول حاجه في هنا سلمتين كده اول ما تطلعوا على طول، وبعدين هي دي السيتنج اريا الاساسيه. الجنينه صغيره على فكره، مش كبيره قوي، بس انا حطيت فيها هنا زي سيتنج اريا صغيره كده، بتاخد بس 4 أو 5 أشخاص يعني بالكتير. حطيت طبعا نباتات كلها صناعيه، لان انا ما اقدرش ابدا اخد بالي من نباتات حقيقيه، لاني يعني هتموت اول ساعه. السيت ده انا كنت جايباه من محل هنا اسمه ايس، جبته معدن لان كل الناس حذر بس ما تجيبيش رتان بره في الجناين، لان هنا طبعا في دبي الجو حارق والشمس في الصيف بتبقى قويه جدا وبتحرق وبتبوظ اي رتان ممكن تحطيه في الجنينه. فقررنا ان احنا نجيب الست المعدني ده علشان يتحمل معانا حراره الصيف. ده مش عارفه بيسموه رتان ولا بيسموه ايه بصراحه، بس هو اوريدي ابتدى يفك. تخيلوا ما بقالهوش يعني ما كملش معانا 4 شهور وابتدى يفك، بس الكرسي ده بصراحه مريح قوي. في هنا بين باج كانت عندنا في البيت القديم فقررت ان انا احطها بره. بعدين في هنا شويه بلانتس، وفي هنا
هنا الجريل الصغيره بتاعتنا، ودي الاوضه الكبيره بتاعتنا، البلكونه بتاعتها اهي، ودي اوضه احمد هو نايم فوق دلوقتي، وده الفيو زي ما انتم شايفين كده صحراء جرداء. اوكي بعد كده بقى هنطلع فوق، حاطه هنا سجاده صغيره كده وفي البلانت الصغيره دي علشان زي ما اتفقنا بس ما بتحب جدا الحاجات الخضراء في البيت بجد. وده شكل السلم هنا، بجد بحب قوي 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 الازاز ده، وبيدخل نور شمس طبيعي كده طول اليوم لحد الساعة 6:30 بالليل مثلا. دلوقتي كده احنا نبقى في الدور الثاني. اول حاجة انا حاطة هنا الكولر بتاع المية، وحاطة هنا بلانت كده صغيرة علشان شكل الكولر من ورا مش حلو انه اللي طالع على السلم يبقى شايفه كده. وده السلم، وبعدين في هنا 3 غرف. الغرفة اللي على الشمال دي هوريها لكم بكرة لان احمد نايم فيها دلوقتي. الغرفة اللي في الوش دي هي غرفتنا، فيها هنا سرير دومي، وفيها هنا بلكونة، وادي نفس الفيو اللي احنا بنبص عليه، في هنا قاعدة صغيرة كده، وده الحمام بتاعها. ده بيسكلي الحمام بتاع ادم لان محدش اصلا بيستعمل الحمام ده غير ادم، فحاطين فيه البانيو الصغير هنا بتاع ادم وحاجه الشاور بتاعته كلها. وبعدين في هنا بقى المكتب بتاعي، ودي الغرفه اللي انتوا دايما بتشوفوني بصور فيها. سو اول ما بتدخلوا من باب الاوضه كده بتلاقوا في باب هنا وهو باب الحمام، وده الحمام بتاعي فيه كل الحاجات بتاعتي. دي اكتر حاجه بحبها بصراحه في البيت انه في حمامات كتير، فقدرت ان انا يبقى عندي حمام خاص بيا حاطه فيه هنا كل الحاجات بتاعتي، واحمد ما ينفعش يستعملها ويضايقني ويغير مكان حاجتي ويبل الارض بعد ما ياخد شاور، فيا اتس ريلي نايس. وعايزه اوريكم حاجه لطيفه قوي هنا كده ورا الباب، بصوا لقيت دي على امازون يا جماعه، بصوا بتنور كده علشان الاضاءه دي قويه شويه، فلما ببقى عايزه استرخي كده في الحمام بطفي النور ده وبسيب اللي هو اللايت ده شغال كده، فبيدي اضاءه كده رومانسيه. هحاول ادور لكم على اللينك برده بتاع الاضاءه دي لو لقيته على امازون، هجيبه لكم برده واحطه لكم تحت صندوق الوصف. ولما بتطلعوا من الحمام هنا بتلاقوا في اليونت بتاعه التخزين دي حطاها هنا، والترايبود بتاع الكاميرا، والكرسي بتاع ادم علشان لما بيبقى قاعد معايا هنا في المكتب، ودي المفروض ان هي تبقى مود بورد، يعني كان المفروض ان انا اظبطها الفتره اللي فاتت بس لسه ما ظبطتهاش، فان شاء الله لما اظبطها قريب جدا هبقى اوريها لكم على الانستغرام. وده باب الاوضه زي ما انتم شايفين، في هنا الدولاب بتاعي، بعدين في هنا مرايه، واحلى حاجه انه المكتب بتاعي في وش الشباك على طول. المكتب ده تحفة، جبته من ايكيا برضو، بعد ما جبته بتقريبا 2-3 اسابيع رحت ايكيا لقيت ان هو نازل عليه ديسكاونت كان يمكن 50% تقريبا، يعني جالي ميني هارت اتاك بس عادي. وحط هنا الفرش بتاعت الميك اب وجهاز الليزر بتاعي حلوين اللي غير لي حرفيا حياتي، هتكلم عليه ان شاء الله في فيديو تاني قريب جدا هوريكم بيستعمل ازاي، وهسيب لكم طبعا طبعا الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف لان لازم اي بنت يكون عندها الجهاز ده، سعره حلو جدا جدا فعال يا بنات والله العظيم مش قادره اتكلم عليه كفايه، يعني هبقى اكلمكم عليه في فيديو تاني لوحده. بس anyways في هنا الادراج بتاعت التخزين دي بحط فيها الميك اب، بحط فيها حاجات كتير، هنا صوره لدومي انا حطها تحت الازاز. بالمناسبه المكتب ده ما بيجيش مع الازاز، فصلت الازاز ده على حجم المكتب بعد ما حسيت ان المكتب ابتدى يتخربش وابتدى يتوسخ يعني. واللايت فيكسشر دي بقى يا جماعه يعني او ماي جاد بعشقها، بصوا يعني شكلها رائع جدا وقويه كمان، فبحس ان هي بتنور الاوضه كويس قوي. وعامله هنا كرسي صغير كده مع السايد تيبل بتاعته او الكوفي تيبل او مش عارفه ممكن تسموها ايه، وفي البلانت دي اللي لسه ما جبتلهاش بوت. ومين فاكر الاباجوره دي اللي كانت في البيت القديم؟ يس دي الاباجوره اللي كانت في الصاله في البيت القديم. وبعدين في هنا بقى الخلفيه بتاعه معظم الفيديوهات اللي انا بصورها، دايما ببقى قاعده هنا والاضاءه دي هي الفوشي اضاءه الشمس الطبيعيه، وورايا هنا هي الخلفيه دي اللي فيها البراويز اللي شكلها تحفه تحفه دول. الصوره اللي فوق دي هي بيسكلي صوره الاخلاص بس مرسومه كده بطريقه حلوه قوي. كل الصور دي تقريبا جبتها من ديزاينز كيف اللي هم 1 2 3 4، الاربعه دول والاثنين اللي تحت اللي في النص كانوا بتوعي قبل كده، بس ما طلبتش الصور مع البراويز، طلبت الصور لوحدها، شكلهم رائع جدا جدا. ودول زي ما بقول لكم انا اللي اشتريتهم، هي ما بعتتهم ليش هديه من كتر ما انا بجد حبيت قوي قوي الكواليتي بتاعت الصور. بصوا دي يا جماعه ده الهوروسكوب بتاع الكانسر 22/6/22/7 لان ادم اتولد يوم 14/7. دي صوره متاهه كده شكلها كرتوني كده حلو قوي، وهنا حاطه
كوينش اللي هو الهير برودكت اللي انا عملته مع 6 ستريت اللي انا بحبه جدا جدا لان ريحته خزعبليه حرفيا ريحته تحفه. لو لسه ما جربتهوش هسيب لكم برده الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف لانه احلى معطر شعر ممكن تشموه في العالم وريحته بتفضل بجد ايام في الشعر فلازم تجربوه. والايفل تاور اللي هنا ده روان اللي جبته لي من اول مره راحت فيها فرنسا. وبس كده هي دي الباك جراوند اللي انتوا دايما بتشوفوها في كل الفيديوهات. في هنا حاجه لطيفه جدا عايزه اوريها لكم وهي المرايه دي. بصراحه زي ما انتوا شايفين بما ان المكتب بتاعي هنا في وش الازاز كده فما كانش عندي مكان احط مرايه فجبت المرايه دي من على امازون. حلوه جدا لان هي تاتش بس بتضغطوا عليها كده بتشغل الاضاءه وتقدروا تتحكموا في قوه الاضاءه عن طريق الزرار ده كده بتوطوها وكده بتعلوا البرايتنس او القوه بتاعه الاضاءه. ممكن تغيروا لون الاضاءه من هنا اصفر ابيض فحلو قوي. هسيب لكم برده الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف لو لقيتها. ولما بنطلع من الغرفه بتاعتي هنا بنلاقي الحاجه اللي انا حطاها هنا دي. التمثال ده احنا كنا جايبينه من تايلاند من الهانيمون بتاعنا وانا موطيه صوتي عشان احمد نايم. وفي هنا شويه كاندلز محطوطين هنا والباسكت الصغيره دي وهوريكم الاوضه دي بكره فالمفروض ان انا احط لكم الكليب بتاعها هنا. اوكي يا جماعه هوريكم الأوضة دلوقتي بس آدم نايم في الأوضة اللي هنا دي فأنا موطية صوتي. هقفل الباب علشان ما يصحوش. هو ده الباب. أول ما تدخلوا هنا بيبقى فيه هنا الحمام. ده الحمام اللي أحمد بيستعمله هو تقريبا أكبر حمام فيهم بس هو بس ناقص هنا الإزاز ده اللي بيحمي الأرض من المية. بعد كده فيه هنا مراية وبعدين دي الأوضة. خليني أشغل النور. دي بقى الاوضه اللي خلتني مش عارفه اصور الفيديو ده يا جماعه لحد النهارده. الاوضه دي اولا صغيره جدا. الستاير اللي احنا اشتريناها الاوضه دي طلعت في منتهى التعاسه شكلها وحش جدا. الكرسي ده مريح جدا جدا علشان كده مش قادرين ان احنا نستغنى عنه كان موجود عندنا في البيت القديم. ودي الكنبه بتاعتنا اللي كانت موجوده في البيت القديم وده الدولاب بتاعنا اللي برده كان موجود في البيت القديم. فبيسكلي الاوضه دي كلها عباره عن حاجات قديمه مش عارفين نوديها فين. واحمد قرر ان هو يشتري لنفسه مكتب ويحطه هنا علشان لما يحب يشتغل من البيت. وحطت هنا صوره حلوه قوي لادم وعامل هنا كوفي كورنر صغير. وبيسكلي مش عارفين نعمل ايه في الاوضه دي. يعني هي كانت المفروض في الاول تبقى جاست روم او اوضه للضيوف لما حد يجي عندنا يبقى فيها سرير مثلا ودولاب وحاجات كده للضيوف يعني. بعد كده قلنا ممكن تبقى اوضه لادم في المستقبل. بعد كده قلنا خلاص نعملها اوضه كركيب. بعد كده احمد عملها اوفيس. فاحنا بجد مش فاهمين نعمل فيها ايه. هوريكم شكلها علشان لو اي حد عنده اي فكره نعمل فيها ايه بليز يقول لي. فيها كمان زوايا كتير غريبه يعني فيها زاويه هنا وفيها زاويه هنا. لو اي حد يقدر يعمل لنا ديزاين كده للاوضه دي نعمل فيها ايه ونستعملها ازاي بليز يقول لنا من غير ما نتخلص من المكتب بتاع احمد لان هو بيستعمله بصراحه كتير. انا كنت مستنيه افرشها كويس ويبقى شكلها حلو علشان اوريها لكم. بس يلا خلاص. وبس كده ده كان الهاوس تور بتاعنا. اخيرا عملت لكم الهاوس تور. مش قادره اقول لكم قد ايه انا مبسوطه ومتحمسه ان انتوا اخيرا شفتوا الليفنج سبيس بتاعنا. انا عايزه اقول لكم ان انا طول عمري بجد كان نفسي افرش بيت يعني طول عمري من زمان من وانا طفله صغيره. وطبعا وانتوا اطفال مفيش قول يعلو على قول ماما في فرش البيت فما كانش مسموح لي خالص ان انا احط التاتش بتاعتي في البيت خالص غير في اوضتي. وطبعا اوضتي كانت روان اختي معايا فيها فما كانش ليا برده القول الاول والاخير. وبعد ما اتجوزنا انا واحمد زي ما انتوا عارفين احنا كنا البيوت القديمه اللي احنا كنا ساكنين فيها كانت فرنشت او كانت اوريدي مفروشه فما كنتش برضو اقدر ان انا يعني اغير العفش اللي كان موجود في البيت. كتير منكم كان يقعد يقول لي بس ما الالوان كئيبه الالوان غامقه بليز غيري عفش البيت بالذات في البيت الاولاني. يمكن البيت الثاني كان شويه الوانه افتح وكان مريح للعين اكتر بس البيت الاولاني كنتوا دايما دايما في الكومنتس تقعدوا تقولوا لي بس ما بليز غيري الوان البيت. فبجد دي كانت من اكتر الحاجات الممتعه اللي انا عملتها في حياتي ان انا افرش البيت ده لانه ما كانش فيه كرسي. اعتقد ان الفيديو ده هيبقى طويل جدا جدا بس انا عارفه ان دي حاجه انتوا كنتوا مستنيين تتفرجوا عليها من زمان. فاتمنى تكونوا استمتعتوا بالهاوس تور دي واتمنى يا رب ما كنتش نسيت اي حاجه او ما وريتكوش الفيوز اللي انتوا حابين تشوفوها بالطريقه اللي انتوا حابين تشوفوها بيها. لان احيانا وانا بتفرج على هاوس تورز بحس ان انا عايزه اخد الكاميرا من الشخص اللي بيصور واقول له من فضلك هات وريني دي كويس وريني دي صح. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب. بس كده بحبكم قد العالم كله حلوين واتمنى يا رب اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه. Bye. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We dream.